ده قال له يا فاشل هو قتله. ريتها جت على كده وبس. ده قال لي كمان انا بصرف عليك علشان خاطر امك. روح بقى خلي غنى الكباريهات ينفعك. لا حمزه اتاكد ده ابوك بقى عشان هو كده كرهك بجد. انا مش عارف اعمل ايه يا بسيون. بسيون انا لو ما خدتش امل انا ممكن اموت. لا انت مش عارف انا ممكن انتحر يا بسيون. بسيون انا ممكن انتحر صدقني. يا عم اهدى يا عم هنتصرف. حمزه عايزك تهدى. بسيون انت مش حاسس باللي جوايا. انا لو امل سابتني هنتحر بجد. ايه يا عم الياس اللي انت عايش فيه ده؟ شوف هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من رمين. أمل من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 بمعرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظر ضعيف. ده ابن حضرتك وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. آه في حمز. أنا عندي سؤالين. أوي أوي إحنا جاهزين مش جاهزين يا عم؟ طبعًا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا أنا ما أسمحلكش. لا لا من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعيده. لا لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ دي اعصابك. يا ايه الكلمه؟ انت بتحس نفسك ايه يا استاذ؟ يا ايه الكلمه قبل ما تقول حاجه خالص؟ هي انت تصرف عليه. انت عندك الصوت كده ما عندكش حد. انت جاي يشيلني. مش ايه انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. احنا جايين نهدي اللي فوقي. عزمي خلاص. عزمي ايه تراخم يا جماعه؟ ادي عيل وصابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي 31 خضرة. بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله. معاش عارف معاه ربنا يا فندم. كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. أنا طبعا ونعم يعني بالله. هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا. كامل الخلعي طبعا. حسن ابو لخد. علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني. ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه. تاني؟ معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا انا اصلا ما بحبش الغنى. لمني على امل بس ابوس ايدك. يلا يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه. نقرا الفاتحه؟ يلا قبل ما نقرا الفاتحه. ايه بس توني اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. هو مين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب انا جاي معادي بالثانيه. الله ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عايط منك في الشارع. لا ما تعيطش. والنبي لا عيط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش تعالي انت هتتكلم معايا. ليه؟ تعالي يلا بلاش وقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه الفرق؟ انا اشرحت. تعالى اركب معايا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه. بعدين لو عندك ملايه بيضه غطي بيها العربيه. بتنتبه جمل يا انجي. السلام عليكم. خمس تذاكر ها اخر صف على اليمين. معاك 70 جنيه ها؟ معاك 70 جنيه. معاك 70 جنيه. خمس تذاكر. خمس تذاكر. معاك 70 جنيه. الباقي. الباقي يا ريت. الباقي. الباقي.
لا لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. ايه كل واحد فيكم يدفع 20 جنيه يا عم؟ هنديهم لك الحساب يجمع. ها جبت كام تذكره؟ 5 تذاكر. والخمسه بقى لمين ان شاء الله؟ مش بسوني جاي معانا يا دي النيله؟ كل شويه بسوني تضطرنا في الخروجات. بقول لك ايه، ما تجوزش. السلام عليكم. ازيك؟ حلو ده قوي. يلا يا جماعه عشان بدا ولا لسه؟ اه تقريبا ابتدى. طب يلا اتفضل اتفضل. عجبك الفيلم؟ عجبني قوي يا بسون، بس انت مش متخيله بحب الافلام الرومانسيه قد ايه، بحبها قوي قوي قوي. انت عارفه ان فيكي حاجات كتير حلوه خدت بالي منها، بس مش عارف ليه مصممه تبقي كده. كده يعني ايه؟ يعني السهر، الشله، لبسك في بعض الاوقات. انجي انت ممكن تبقي انسانه تانيه خالص واحسن. بسون انت فاكر ان انا مبسوطه كده؟ طب اقول لك على سر. مريم أنا أول مرة حد يتكلم معايا كده، أصحابي دايماً بيجاملوني، بس أنا مش لاقي البني آدم اللي يغيرني. طب لو لقيتيه تتغيري بجد يا إنجي؟ يا ريت ألاقيه. هو فين؟ استهبل يعني؟ واحد يخش في وسطين ياخد انجي ويخلع؟ انت عارف ان انا بحبها. جراء عم طارق، انت هتعملهم عليا انا؟ انت عمرك ما حبيت انجي اصلا، بعدين دي حكايه قديمه قوي. الله، معنى كده انك هتسكت على الموضوع ده؟ دماغك شويه يا عم مانشستر. سلامه كب. انا بقى مش هسكت. صبح 3 دايز. قصدك ايه اللي بالقرد؟ دلع القرد. عارف يا دنوفا اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لا وحط امك دماغك العاليه حبيبي قلبي. امسك قشطه. انا عايز النهارده تبقى فضيحه بجلاجل، مش عايز اي هبل. ما تقلقش سعادتك خالص يا باشا، اعتبر جلاجل واقف لهم على باب العماره، انا محضر كبسه فوق النمره واحد. انا عايز علاقه بسيوني بانجي تتدمر النهارده. اعتبرها اتفشخرت. قول لي يا حمزه، ده مكان جديد بتضربوا فيه ولا ايه؟ يا عم انا ما اعرفش اي حاجه، كل الموضوع ان طارق قال هات بسوني عشان اعمل لكم مفاجاه بس. يا سلام بقى لو المفاجاه دي الاقي رشدي اباظه كده في الرجل الثاني ها وبيلف لي معاك. يا عم ايه الافلام لابد دوريس اللي انت عايش فيها دي؟ يلا بينا. اهو طارق. ايش ايه اللي اخرك؟ هو ده ينفع؟ هو حمزه ما قالكش ان انا اعمل لك مفاجاه ولا ايه؟ وانا جابني غير ان في مفاجاه يا جماله. هروقك النهارده. امسك. ما انا حاسس ايه صباع كونه ده. ماشي يلا. ايه مالك انت؟ ولا حاجه. انا هتقرب ليك انا مش متفائل. خليك تقيل. اختم الحجر. قشطه فايزه. اي ميس يو. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. صباح الخير مباركه نوسه. بقول لك ايه، العريس بتاع النهارده اسمه بسيوني، عايزه يتدلع احلى دلع عشان ده متوصي عليه من فوق. دلع يا توع عندك. شفت بقى؟ صباح الفل يا عسل. ايه وكاله من غير بوابه ولا ايه؟ ليه بس؟ انتوا مين بالظبط؟
جاي لك عن طريق نوفل حبيبك. يا ما جاب الغراب لامه يا اخويا. مين ده؟ ولا فاهم حاجه بس شكله جامد قوي. انتوا ايه بالظبط يا فنديه؟ ولا كرنهات ولا مريشين ولا ايه الوضع؟ المهم هنروقك. روقني. يا عم احنا داخلين المطار في ايه؟ خليك في حالك يا جدع انت. اللي معاه كاميرا فيديو سلمها في الامانات، كاميرا فوتوغرافيا تسلم في الامانات. لو في لباب ابيض. يا عم انت خليك في حالك. يا عم حاضر. بقول لك ايه، انا مش مستريح لك. طيب. واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. طبعا نوفل فهمكوا عن النظام بتاعنا. ايه يا ساعه زمن واحده بس. اعمل فيها ايه الساعه دي؟ يا عم انت مش ناقصك. تخش الاوضه ما تطلعش غير بعد ساعه، اللي يتعب يريح في الاستراحه، مفهوم؟ مفهوم. ما تحطيش رز كتير بيلغوص الدنيا. كفايه بقى فوزيه وتعالي. انا مش فاهم انت تعبه نفسك ليه؟ هو انا غريب؟ في ايه يا نجد؟ في ايه مستعجل علي؟ لا اصل علشان ورايا معايل الصبح بدري. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك. إيه اللي جابك هنا يا بنت أنت؟ وإيه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان. بحبك يا ابني، بحبك. روح يا بنت العبي قدام بيتك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار أسود، مبسوطة؟ إيه ده؟ أنت عندك واحدة جوه؟ أنت بتخوني يا عزمي. وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدت؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الانابيب. كويس، خليه يغير انبوبه السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي انبوبه منفسه. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عننا. غوري، ترمبيطه داخله عليا. بقول لي غوري. يا شباب بقول لك يا طارق، لازم تقول لي انت ناوي على ايه بالظبط. مالك يا حمزه بتتغيرت كده ليه؟ انا عايزك النهارده تسيب لي نفسك خالص. ده هو في موزه بتلغيك ولا ايه؟ موزه ايه يا عم؟ دي ماتت قبل كده 3 مرات. مش هتطلب لي حاجه؟ ايه؟ اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة للمرحومة. يا ست اهدي، انا جيت هنا غلط. امال انت جاي ليه؟ جاي اخد درس. سيبك بقى من الدروس الخصوصية، ده انا المنهج. بص بقى، انا هخلص لك المكرر كله في ساعة زمن. اهو انا فهمت الساعة. ساعة واحدة برا. الله يحرقك يا طارق، وانا اللي كنت فاكر هخلص على القضية. شوفي انا هديكي 50 جنيه كده بيني وبينك يعني، بس عايزك اما تخرجي برا سياح بقى وزغرق تقولي عرباجي كان معايا في العشاء. قطيت ولا الغنى يا وقت؟ ده انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة. قولي مين لأي قطة؟ أنا كنت بحب ستة، دلوقتي بحبك أنت. أنت. دي مجنونة. مجنونة. تصدقي صعبت عليا وأنت بتعملي كده؟ والله أبوكي مجنون وأمك مجنونة وأخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقة. لا بقول لك إيه، إخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس أنا بحب الانحراف واخدة غواية. مش زي ما انت فاكر. يا شيخ على رايك ان بعد الظن اسم، وانا اللي كنت فاكر. يا فجر، السلام عليكم. خد هنا رايح فين؟ ايش تكبوا؟ الزفه وصلت والفرح فرحنا. انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع اسمع كده، حتى ركب موبايلك. شيخ خد هنا الشبكه اتمسكت. طب وبسيوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا عفوا يلا عفوا. ورا اثبت اثبت. اثبت اثبت. واقفين على الباب ولا حركه. بسيوني بسيوني. نهار اسود. حازم حازم، اوعى تفهمني غلط. فوزيه اظن انت كده جاهزه بقى، ومفيش حاجه عادش غنى. عاوزك تصحصحي معايا بقى. اوعي تنامي. تليفون ولا هتردي؟ كأننا عزلنا ولا أقولك كأننا متنا. متنا إيه؟ لا لا رد على التليفون، اللي يكون حاجة مهمة رد. ألو، مين؟ حازم عاوز إيه؟ زفت. تفضل يا ست، أديني غيرت له الكلون جاني في التليفون. نعم
بتقول مين؟ مسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. فوزية يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انت طالق. نعم يا فندم، سعادتك متحفظ عليه. اتفضل يا فندم. هو فين؟ رغم انه دفعتي يا فندم سعادتك، وانت عارف ان الدفعه بتحن، لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضة هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم، بسيوني بسيوني جوه يا فندم. اتفضل. البدله البيضة كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا، اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين انت؟ هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟